بجدد التحيه بكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. بينضم لي في الاستوديو في هذه اللحظات طبعا الناقد الرياضي استاذ عمرو الجريزاوي، الناقد الرياضي بجريده الفجر. يا عمرو مساء الفل عليك. مساء الفل امير، مرحب بيك ووحشني ومبروك على البرنامج. ما باركتلكش بقى على الهواء، باركتلك بره. عامل ايه اخبارك؟ الحمد لله تمام بخير والله. طيب خليني اقول لكم في البدايه، النهارده كان في مباراه في كره اليد، اول مباراه في بطوله الدوري بالنسبه لرجال كره اليد بالنادي الاهلي، وكسبوا فريق البنك الاهلي بنتيجه 25-24. البدايه اكيد دايما بتبقى مهمه. المباراه كانت على ملعب صاله القوات المسلحه بسموحه باسكندريه. نتمنى لهم كل التوفيق والمواصله طبعا في مشوارهم في بطوله الدوري، تحقيق كمان عديد من البطولات طبعا هذا الموسم. ابتدي بقى معاك يا عمرو اسئلتنا النهارده، وطبعا عندنا محاور كتير جدا عايزين نتكلم فيها بشكل عام في الكره المصريه، لكن اكيد سمعت مداخله كابتن هاني رمزي معانا، هل لك اي تعليق عليها من خلال مكالمتنا مع كابتن هاني رمزي؟ لا مش تعليق، على هو محافظين على القوام بتاع الماتش اللي فات، وده مهم جدا للمنتخب المرحله اللي جايه، بحيث ان يفضل في استقرار في العناصر، استقرار مع اجيري اللي هو لسه بيستكشف برضو الامور في الدوري طبعاً. المصري لسه ما اعتقدش ان هو لسه لم بكل الامور يعني. فاعتقد ان هو الاستقرار ده انه يجيب نفس اللعيبه بنفس العناصر لحين ظهور بقى لعيب اخر بشكل مميز. فانا لا، انا متفق على الاقل مع قائمه المحترفين اللي اعلنوها اللي تم اعلانها. ممكن اللي هي تحافظ على عبد الشافي، يعني عبد الشافي مصر بتعاني اساسا من ازمه من باك ليفت. طبعا ايمن اشرف بيقوم بالدور، في كريم حافظ بيقوم بنفس كويس. الدور طبعا لعيب كويس جدا، بس عبد الشافي انت في الفتره دي بالذات انت محتاج عنصر او عنصرين يقدر ينقل الخبره للعيبه، عشان اللي هو استمرار جيل بيسلم جيل والرايه بيسلموا الرايه للعيبه اللي جايه. فانا اعتقد عبد الشافي بس هو اللي انا عليا تحفظ انه عبد الشافي مش موجود في المعسكر ده، خاصه انه ما قصرش في الفترات اللي فاتت كلها. بس طب برضه تألق كمان ايمن اشرف بصراحه بالتحديد في المباراه الاخيره، ادى مباراه كويسه جدا مع المنتخب. ما فيش شك يعني اعتقد هم مركزين بشكل كبير يا عمرو على العامل السن بالتحديد، يعني لو كان هم مش حاطين في دماغهم الموضوع ده كانوا خدوا عبد الشافي وكانوا خدوا احمد فتحي وبعض وليد سليمان بصراحه كمان بيتألق. وفي اكثر من لاعب كمان مش في الاهلي بس، يعني عشان نكون بنتكلم بامانه عدوا 30 سنه، بس الواضح ان في اسس يعني ماشي من خلالها المنتخب في جهازه الجديد من خلال عامل السن بالتحديد، عايزين ننزله بالاعمار. انا متفق في ده تماما، ان يعني لازم ننزل بالاعمار عشان احنا بنبص الخطه طويله المدى، مش خطه قصيره. بس برضو لما يكون عنصر او عنصرين مش هياثر على القوام الاساسي للمنتخب مصر. واظن ان عبد الشافي من الناس، واحمد فتحي طبعا يعني زي ما قلنا عبد الشافي احمد فتحي ده احمد فتحي لا نقاش عليه طبعا. يعني مفيش حاجه اسمها ما ينفعش، مش متخيل ان انا اشوف منتخب مصر غير احمد فتحي، فبرضه غريبه جدا. فايمن اشرف طبعا قدم مباراه مع منتخب مصر هايله جدا، لعيب جوكر تستخدمه في اي حته، بيأدي بنفس المستوى ما بيقللش. في لعيبه ممكن يجي لها ارتباك، انا بلعب في مركز ليه مهام معينه ودلوقتي بتنقل لمركز تاني ليه مهام تانيه خالص، فلا ايمن اشرف بسم الله ما شاء الله عليه يعني ربنا يحفظه يعني. طيب بما اننا ابتدينا بالمنتخب نكمل بقى كلامنا على المنتخب، يعني شايف المرحله الجايه اكيد عندنا مباراتي سويسلاند سواء يوم 12 او يوم 16، مباراتين مهمين جدا في تصفيات الامم الافريقيه. شايف او متفائل ببدايه الجهاز الفني الجديد بالتحديد من خلال مباراه النيجر السابقه، وشايف ان هم ممكن يكملوا بهذا المستوى ومن الناحيه التكتيكيه كمان بالتحديد هينجحوا خلال الفتره الجايه ولا لا؟ بص انا متفائل بالروح، لكن اجري وطريقه اللعب وان احنا كسبنا سته ده لسه بدري، ما تبانش شويه بس طبعا. في بعض الامور التكتيكيه بنت خلال المباراه يا عمرو لو تتفق يعني حته علي غزال دي بصراحه التحرر والتحرر كمان بتاع اللعيبه انا حاسس ان هم متحرر يلعبوا كوره، يلعبوا لقدام، يلعبوا لقدام، يتمتعوا الناس، عايزين طبعا باسس تكتيكيه معينه طبعا. كل واحد في مركزه ما يكونش فيه خلل. بس برضو لسه الحكم على التجربه بدري جدا. ماتشين طبعا مهمين جدا اللي جايين، يعني هيحددوا مصير منتخب مصر. المنافس مش قوي، منتخب مصر اقوى بمراحل، يعني المفروض واحنا مغمضين في 6 بونت موجودين يهدوا لنا بقى الدنيا خالص، ويبتدي اجري يشوف عناصر جديده بعد ما يخلص المرحله بتاعت انه
منتخب مصر صعد رسمي لامم افريقيا بالكاميرون او المغرب، لسه مش لسه الامور مش واضحه. لحد دلوقتي الكاميرون، لحد دلوقتي الكاميرون، بس لو تم نقلها هيبقى المغرب. هيبقى المغرب. فانا شايف ان المنتخب ماتشين مهمين، ماتشين مش عشان برضو ما نكون واقعيين، الماتش برضو مش هيبقى سهل. العنصر الفرقه اللي هي العشوائيه دي الماتشات بتاعتها بتبقى أصعب من فرقه انت بتعرف بتلعب ازاي والكلام. فاظن هيبقى ماتشين صعبين جدا على منتخب مصر، مش سهلين. اللعيبه عايزه تثبت نفسها اكتر، عايزين يثبتوا ان فعلا في تحرر في الاداء، في تحرر في طريقه اللعب، تغيير طريقه اللعب من كوبر لاجيري. فاظن ان هم ماتشين ان شاء الله ربنا يكلمنا فيهم بالنجاح باذن الله. جدا اكيد طبعا. طب شايف في عناصر معينه من وجهه نظرك، شايف من تحديد من المحليين ممكن ينضموا لمنتخب خلال المعسكر ده؟ والله بص، عنصر المهاجم احنا عندنا مشكله في المكان ده بصراحه، بس في لعيبه كتير تستاهل طبعا، بس عنصر السن يعني هنتكلم برضو عنصر السن هو اللي هيبقى في ازمه شويه. احمد علي مقدم موسم من الموسم اللي فات للامانه، بس 32 سنه احمد علي اعتقد يستحق. طالما ما قصرش يبقى يستحق. احنا بنتكلم على اللي يستحق، يبقى صلاح امين يستحق كمان. وصلاح امين طبعا صراحة. طبعا، بس صلاح امين الموسم ده، انا بتكلم على استمراريه احمد علي من الموسم اللي فات كان لحد اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دي، احمد علي ماشي بنفس المستوى، ما قلش بل بيشتغل على نفسه كتير جدا، ما احبطش. ودي برضو عامل مهم جدا طبعاً، ان هو لسه عنده الامل انه يكون موجود. صلاح امين الموسم ده طبعا يعني مقدم موسم برضو رائع بصراحه. بيحرز اهداف كمان جميل، مش بيحط يعني مش بيحط مش جونه خلاص مش جونه خلاص صح مظبوط. وهو برده مهاجم مميز جدا. احنا المهاجم رقم 9 مش موجود مش موجود في مصر. ففكره احمد علي وصلاح امين تحل مشاكل كتير. احمد جمعه في المصري عامل برده، حسام حسن بتاع سموحه كمان، وحسام حسن، بس حسام حسن اثبت لو ترتيب لا احمد علي صلاح امين احمد جمعه يجي حسام حسن في الاخر. مروان كوكا في تواجده في المكان ده، وخصوصا بعد يعني ان هو راح اولمبياكوس في اليونان، واعتقد هيشارك بشكل اكبر، هيبقى في اعتماد عليه، هل ممكن يضيف للمنتخب خلال الفتره الجايه؟ والله كوكا انا شايف ممكن يكون عنده ازمه ثقه شويه. الجمهور شايف تحديد مع المنتخب طبعا مع في البرتغال سبورتنج براجا الموسم اللي فات، كان مقدم موسم هايل مردي، بلاش هايل، مقدم موسم مردي الى حد كبير جدا. بيجي في المنتخب الظروف، طريقه اللعب برده، خلينا نكون واقعيين، لان كوكا اتظلم ومروان محسن اتظلم بطريقه اللعب، فهو الاثنين اتظلموا بنفس طريقه لعب كوبر. فلو طريقه اللعب مع اجيري اتغيرت وكوكا قدر انه يظهر بشكل كويس زي ما شفنا مروان، مروان اتحرر بشكل كبير جدا الماتش اللي فات، خد راحته، قدر بشكل رائع طبعا، ظهر بشكل هو ده المستوى اللي الناس بتاع مروان اللي مستنيينه كمان مروان. فاظن كوكا كمان نفس الامر، يعني كوكا مستني الثقه ان الجهاز يثق فيه، وان الجمهور يثق ان احنا فعلا عندنا مهاجم سترايكر رقم 9 يقدر يقدم مستوى كويس لمنتخب مصر ويضيف لمنتخب مصر. لحد دلوقتي لسه ما عملش ده، بس طالما تم اختياره يبقى لازم ندعمه بالظبط، مش لازم ننقده. في فرق، لازم في فتره من الفترات كده لازم تدعم اللعيب. كوكا من المرحله دي، انا ليا تحفظات برضو على كوكا في بعض بشكل عام، بس في النهايه طالما تم اختياره انا لازم ادعمه ولازم اقف جنبه طبعاً. لكن هو مهاجم كويس باللي شفته في الموسم بتاع البرتغال، احرز اهداف هناك رائعه، يعني صعب يعني مش اهداف عاديه، بيجيب اهداف حلوه جدا. ايوه صح، لكن هو مش موفق مع المنتخب للاسف. ما هي دي بقى، موفق مع المنتخب بطريقه اللعب، ولا انت موفق مع المنتخب انك في عامل نفسي مش قادر تتاقلم مع منتخب مصر، مع انه لعيب يعني المراحل السنيه هو لعيب دولي طبعا، يعني مر على المنتخبات كلها. فانا مش قادر افهم عدم تاقلم كوكا لحد دلوقتي مع منتخب مصر. انا من وجهه نظري انا شايفها ان هي ازمه ثقه منه، يعني هو لازم يكون متريث شويه، هادي شويه. انا بعد كاس العالم هو انفعل مش مبرر خالص. هو كان متوقع ان هو يكون متواجد، لكن هو اعتقد مستواه في الفتره دي كان صعب ان هو يكون طبعا. لا ما وما كانش يأهل للامانه، يعني ما كانش يتأهل ان هو يلعب مع منتخب مصر كاس العالم. ادى مع منتخب مصر الفترات كلها لحد ما وصلنا لحد المرحله النهائيه بالزبط. بس في النهايه انت رايح منتخب مصر كاس العالم بقى، يعني الوضع هيبقى مختلف تماما. وانا ما شفتش الشراسه بتاعت كوكا انه بيحارب على يموت نفسه يعني عشان كده. الناس بقى قارنت بمروان، مروان على المقابل كان بيموت نفسه مع
ممكن ما يكونش بيجيب جوان فبس، لكن في الملعب بيأدي بشكل كويس جدا. هو ده كان الفرق بس ما بين مروان وبين كوكا. طيب انا هسيب الاهلي للاخر عشان ده مهم جدا بالنسبه لنا ومباراه مهمه ان شاء الله بعد غد، فخلينا نكمل حديثنا عن المنتخب وبالتحديد محمد صلاح. محمد صلاح يعني خلال الفتره اللي فاتت دي انتقادات كتير جدا من الجمهور المصري بالتحديد، اعتقد هناك في انجلترا او ليفربول ممكن الصحافه تكون شديده شويه على محمد، لكن الجمهور ليفربول بيحب محمد جدا وبيسنده كمان بشكل كبير. هل شايف ان هو مش موفق خلال المرحله دي؟ هل شايف ان هو مش مركز في بعض الامور اللي ممكن تصرفه كمان وتعامله مع جزئيه اتحاد الكره والمشكله اللي كانت ما بينهم، وان هو يطلع يتكلم رغم ان تواجد وكيل ليه؟ انا ضد بصراحه ان هو كان يطلع يتكلم، طالما ليه وكيل سيبه هو يتكلم، احنا بنشوف كل اللعيبه العالميه كده. شايف موقف محمد صلاح ازاي؟ وهل تتوقع كمان ان مستواه تراجع الموسم ده عن الموسم اللي فات؟ بص انت قلت كلمه مهمه في النص، هو محمد صلاح مش مركز. انا برضو واضحة. انا رايي كده برضو انه ركز في حاجات بره الكوره. هو ده سبب خلى مستواه كده. طبعا كلنا في ثقه في محمد صلاح انه يقدر يرجع لمستواه تاني. واحد وصل للليفل ده مستحيل انه هيخلي نفسه انه يقل. فهو اكيد بيعافر الفتره دي انه يرجع تاني لمستواه، لكن هو مش مركز. الازمه بتاعت صلاح واتحاد الكوره مأثر عليه جدا جدا. الخناقه اللي ماشيه ما بين اتحاد الكوره وما بين المحامي بتاعه. هو مسميه المحامي يعني. مسميه المحامي صح، لان هو مش وكيل. هو مسميه المحامي. رامي عباس. رامي عباس. انا شايف انه مركز قوي في الخناقه دي. مش مركز مع ليفربول، مع ان المفروض دور المحامي بتاعه ان هو اللي يقوم بكل الامور اللي خاصه بمحمد. هو يعني عكسها معاه. مش عارف ليه عكس، يعني اقحم محمد في النص ما بينه وما بين اتحاد الكوره. انا اظن يعني تحليلي انه عايز يكسب رضا الجمهور، يعني عايز يعمل راي عام ضد اتحاد الكوره. انا وده مش مدافعه عن اتحاد الكوره، اتحاد الكوره عنده اخطاء كتير جدا جدا جدا، واخطائه بتتمثل في عدم الاحترافيه بصراحه. طبعًا. هو يعني معظم الامور داخل الاتحاد ما بتدارش باحترافيه في الكره المصريه بشكل عام، سواء في بطوله الدوري، التحكيم، ازمه محمد صلاح. مظبوط. دي مشكله كبيره. دي مشكله ازليه يعني. هو مش هتنتهي. طبعا مش هنفضل كده. يعني لو احنا ما خدنا، لو الانديه نفسها ما خدتش خطوات جديه في ان الدوري والمنظومه كلها تبقى احترافيه، الوضع هيفضل زي ما هو كده. لكن صلاح لازم يخرج نفسه من الازمه اللي دايره ما بين رامي عباس وما بين اتحاد الكوره بسرعه، عشان هو اللي هيتضر. يعني ولا اتحاد الكوره هيتضر، اللي هو كده كده الناس بتنتقده خلاص. فهو الناس منتقده وشايفين اتحاد الكوره مش محترف، فخلاص. رامي عباس كده كده في النهايه راجل بيلم فلوس طبعا. فيوم ما محمد صلاح مستواه يقل، رامي عباس مش هيبقى معاه، هيخسر. فانت اللي خسران في القصه كلها هو صلاح. فصلاح لازم يركز في الكوره وما يخشش في انا برضو كنت ضد ان هو يطلع يتكلم. طبعا مفيش. لا ما شفتش لعيب عالمي عمل الجزئيه دي بصراحه. والطريقه كنفسها كمان يا امير ما كانتش كويسه. انت في النهايه بتتكلم برضو مع الاتحاد المصري لكره القدم. يعني الاتحاد الدوله بتاعك بالظبط. في مشاكل، اطلب المشاكل زي ما طلبت موضوع الصوره والطياره. ما هو برضو خليني اقول لك اللي خلاه يطلع يتكلم كده، تاخر اتحاد الكره في الرد عليه. ما هو برضو دي عدم احترافيه من اتحاد الكره. فاعمل راي عام. ما هي دي بقى الحته اللي ممكن محمد صلاح ممكن ما يعملهاش، بس اللي خلاه او الدافع بالنسبه له ان انا خطبت الناس كذا مره في اتحاد الكوره ما بيردوش، ودي جزئيه سلبيه جدا في اتحاد الكوره. هو رامي عباس ليه ما ينزلش يعمل اجتماع مع، كان في مقترح في اتحاد الكوره بالموضوع ده، بس اعتقد رئيس الاتحاد كمان كان رافض. وهو رفض. وهو كمان رفض. طب يبقى نوصل لايه؟ يعني لما يكون في اقتراح ان يكون في جلسه تجمع رامي عباس اللي هو المحامي الخاص بمحمد صلاح وما بين اي مسؤول في اتحاد الكوره، خليه رئيس الاتحاد المصري لكره القدم المهندس هاني ابو رده. ايه المشكله يعني؟ ازمه رامي ايه هنا؟ مش عايز تنزل تقعد ليه؟ مش عايز حل بالظبط، ولا عايز حل بالايميلز بس؟ ما برضو في نقط كده الواحد مش فاهمها. هو انا مش فاهم رامي عايز ايه، رامي عباس عايز ايه. عايز محمد صلاح يبقى محطوط في لوح الازاز، اوكي طبعا لازم نحافظ على ده، انا متفق تماما في ده. تمام. بس طريقه الطلب ازاي؟ انا بختلف على طريقه الطلب. بعت للاتحاد المصري كذا مره، الاتحاد المصري ممكن ما يكونش رد، مش ده الحل يعني. اللي حصل مش هو ده الحل. يعني كان ممكن محمد صلاح لما ينزل المعسكر، يا جماعه انا المحامي بتاعي بعت لكم كذا مره ما حدش رد عليه، فبعد اذنكم ردوا عليه عشان ما يحصلش مشكله. انا شايف ان كانت ممكن تتحل كده، ولو ما تمش الرد ساعتها بقى محمد صلاح يشوف الخطوات القانونيه بتاعته ويعملها. لكن فكره ان محمد صلاح يعمل راي عام،
انا كنت ضدها جدا، لان طبعا ما كانش ليها لازمه ان هو هيجي الناس كلها على الاتحاد المصري لكره القدم بالفيديو اللي عمله. انا شايف ان الناس بتحب محمد صلاح فتعاطفت مع محمد صلاح، والناس ما بتحبش اتحاد الكوره عشان الاخطاء الكتير اللي موجوده، فبقى ضد اتحاد الكوره. فالخناقه بقت اللي بيدافع عن اللي كان بيقول رايه انه شايف ان محمد صلاح معاه حق بس ما كانش ينفع يقوله بالشكل ده، الناس كانت بتفتكره انه بيدافع عن اتحاد الكوره. لا يا جماعه، هو ما كانش بيدافع عن اتحاد الكوره، هو احنا الهدف كله بالنسبه لنا ان محمد صلاح يكون مركز سواء مع منتخب او مع ليفربول كمان، لان هو اكيد يعني بيشرفنا جدا بره في اوروبا بشكل عام. بعدين راجل مرشح انه يكون احسن لاعب في العالم، ودي حاجه ما كناش نتوقعها او نتخيلها في يوم من الايام، يعني انه يكون من ضمن الثلاثه ده، من ضمن العشره باش الثلاثه كمان، من ضمن العشره انه يوصل ما هو وصل بقى للمرحله اللي انا بقول لك يعني مبدئيا حتى من ضمن العشره دي كانت حاجه كبيره جدا، لكن كمان متواجد من ضمن ثلاثة مع مودريتش ورونالدو حاجة كبيرة يعني. وفكرة بس ان انا عارف ان الناس مقتنعة ان صلاح طبعا نتمنى أكيد. ان يكون هو رقم واحد، بس انا شايف ان طبعا صعبة جدا، مش صعبة شوية. مودريتش اقرب بكتير، مش رونالدو يعني. لا انا شايف مودريتش اقرب بكتير كمان. حقق جزئيه ساديو ماني وصلاح، انا بحب دايما اتكلم في الحاجات اللي الناس بتكون شغلاها شويه يعني. انا ضد بصراحه الناس بتقول ان ساديو ماني مش عايز يباصي صلاح، مع ان كان في كوره في ماتش توتنهام لو اتفرجت على المباراه لو ده صلاح جون، وكان ساعتها هيبقى صلاح موفق وبادي الموسم رائع ومش عارف ايه. لكن انت مع الكلام ده ان ساديو ماني مش عايز يباصي مثلا صلاح، او بعض اللاعبين مش عايزين نحدد يعني ساديو ماني؟ بص انا مع الغيره، انا مع الغيره ان في غيره ما بينهم. طبعا في ساديو ماني اكيد، ساديو ماني بقاله 3 مواسم يعني كمان بيطلع لجائزه احسن لعيب في افريقيا وما بياخدهاش. صلاح جه عليه الموسم اللي فات وما شاء الله مشي بشكل كويس جدا، عمل موسم رائع. فبالتالي الغيره، بس دي غيره هي عامل ذو حدين بقى بالظبط، فانت لا اما هتبقى لصالح الفرقه يا اما هتبقى ضدها. انت هتلعب لنفسك، فخلاص هلعب لنفسي هتبقى ضد الفرقه. وده اللي حصل في توتنهام، في ماتش توتنهام هما الاثنين لعبوا لنفسه بالظبط يعني، ولا ماني لعب مش قاصد صلاح، وصلاح نفس الكلام لما لقى ان القصه ماشيه كده فخلاص بقى انا برضو نفس الامر. فانا شايف اللي هيتضروا برضو هما الاثنين، لان ما اظنش ان كلوب هيخلي الموضوع يستمر اكتر من كده. لو هتفضلوا بالمنظر ده اوكي، ما اظن يعني الناس في اوروبا ما بتهزرش. تمام. فلو فضل هيفضل لو نزل لو فضلوا على نفس المستوى ده لا هيبقى فيه قرار حازم اكيد يعني. طيب قبل ما نروح النادي الاهلي خلينا نروح نشوف تفاعل جمهور النادي الاهلي على صفحات القناه المختلفه سواء على فيسبوك تويتر وانستغرام، ورايهم في الجوله الاولى من دوري ابطال اوروبا. رايك ايه في البدايه الاول بسرعه؟ الجوله يعني مرضيه. ليفربول محمد صلاح بس وقع الناس شويه. يوفنتوس طبعا عمل ماتش حلو جدا. ريال مدريد برضو يبان المرشح القوي للبطوله ولا لسه؟ لسه. طيب خلينا نشوف الناس قالوا ايه. نبتدي بفيسبوك. احمد الاهلاوي قال ان كل النتائج ماشيه بشكل منطقي، ما فيش نتيجه عكس التوقعات. يمكن نتيجه اليوم مع مانشستر سيتي كانت مفاجاه الى حد ما، لكن السيتي الموسم ده مستواه في انحدار، والموسم اللي فات ظهر ضعفه في الشامبيونز ليج بالذات. ما اعتقدش ان السيتي الموسم ده يعدي دور الثمانيه. كوكو عاطف قال نتائج حلوه قوي، كمان ريال مدريد فريق كبير فعلا مش بيقف على حد. في ناس كتير تفتكر ان ريال مدريد مش هيعرف يلعب من غير رونالدو، على فكره ريال مدريد هياخد البطوله برضو. انا بحبك قوي يا امير حبيبي يا كوكو، وان شاء الله الاهلي يكسب 2-0 يا رب ان شاء الله. حسن عبد الكريم، بطوله ناجحه من اولها، بس يا ريت صلاح يرجع هداف الدوري الانجليزي تاني، وان شاء الله احسن لاعب في الدوري الانجليزي المره الثانيه. دعاء خضري، انا بالنسبه لي نتائج منطقيه ما عدا نتيجه المان سيتي مع ليون. احمد سالم، كويسه كلها ومنطقيه ما عدا ليون وسيتي بس. علي ابو بكر، الطبيعي ان طبيعي انا الفريق الكبيره الفن ان الفرق الكبيره تكسب امثال ريال مدريد، ليفربول، يوفنتوس، برشلونه. اسلام كمال، نتائج منطقيه جدا، واتوقع ليفربول بطل اوروبا لانه السنه دي اصبح فريق متكامل. عبده محمود قال نتائج ممتازه لكل الفرق وغير جيده لصلاح وكريستيانو. مصطفى داوود قال جميل جدا، بس مرينجا هياخد دوري الابطال في الاخر. احمد مصطفى قال نتائج طبيعيه بغض النظر عن خساره السيتي اللي كانت مفاجاه. نروح على تويتر. محمود كمال قال نتائج كويسه جدا، واعتقد مستوى البطوله اقوى من السنه اللي فاتت، وكل التوفيق للريدز.
فارس احمد قال هو هو انا فارس المنصوره ماشي يا فارس، دوري المجموعات جامد وهيبقى في مفاجات كتير وممكن فرق كبيره ما تصعدش، نابولي بطل اوروبا ان شاء الله. غريبه بصراحه، صعبه نابولي شويه. محمد خالد قال نتائج ممتازه وكل التوفيق لابو صلاح. عادل شطه قال مساء الخير امير، مش متوقع من السيتي بدايه مش مبشره، طبعا مش كلامه مش واضح قوي لليفر، طبعا بتمنى انه ان ليفربول تاخد دوري ابطال اوروبا السنه دي مع اني بشجع الريال، بس عشان ابو صلاح، كلنا عشان صلاح نتمنى لليفربول كل التوفيق. نخلاوي قال حاجات كتيرة ما كانتش متوقعة زي سقوط السيتي وجدية مدريد بدون رونالدو. محمد مصطفى قال نتائج مستحقة مفيش مفاجآت. الهواري محمد قال جولة ممتعة، انتصار الانتر وليفربول واليوفنتوس والريال وأداء ولا أروع من الأربعة فوق. أيضا صقر قال جولة ممتعة والفرق الإيطالية بدأت تثبت نفسها على الساحة تاني، وأمتع ماتش كان ماتش شختر وهوفنهايم. هوفنهايم هو قصده مش إندهوفن، ده انتهى 2-2. عمار حريش نتائج ممتازة. ونروح بقى على انستجرام على طول، الأهلي 1907 قال الجولة الأولى كله نار، منتظرين الجولة التانية هتبقى وحشة من غير كريستيانو. طبعا من غير كريستيانو المباراة أعتقد بيبقى ليها متعة أخرى. طب نروح بقى للأهلي، مباراة مهمة جدا أمام فريق حوريان كروناكري، مباراة العودة نتيجة أعتقد خادعة في مباراة الذهاب. مطلوب إيه من لعيبة النادي الأهلي والجهاز الفني إن شاء الله في مباراة بعد بكرة؟ مطلوب الهدوء والتركيز، مفيش تسرع. الأهلي أقرب، ماتش صعب بس إن الأهلي أقرب. عامل جمهور أنا شايف هيبقى مهم. مع طبعا مهم جدا، وهيبقى مع الأهلي مش ضده. زي ما الناس بتقول إن بقى لنا فترة ما بنلعبش مع الجمهور، لا الأهلي ما فيهوش الوضع ده طبعا. أهم حاجة الهدوء، مفيش اللعيبة تبقى هادية جوه الملعب، الجهاز الفني لازم يوصل ده للعيبة. أنا مش مستعجل الفوز، واثق إن إحنا هنكسب. ولازم يبقى اللعيبه بقى ما بينهم بعض التعاون جوه الملعب هو ده الاهم في الماتش، لان هو اللي هي كفه الاهلي هتترجع هنا. من خلال متابعتك لمباراه الذهاب هناك في كوناكري، شايف فريق حوريه كوناكري ازاي؟ يعني شايف مدى خطورته ايه؟ يعني مش بتقيمه ازاي يعني؟ بص يعني الماتش هم ما قدموش ماتش قوي يعني. اعتقد عندهم لعيب كولوبالي في الهجوم، هو يعني ده اللي ظهر، ده اللي ظهر بشكل كويس في الماتش، لكن هم كفرقه جماعيه انا ما شفتش جماعيه في الاداء في المباراه. مش عشوائيين برضو، بس ما فيش جماعيه في مش واضح لهم ملامح بيلعبوا عليها. ما فيش تكتيك في الملعب بشكل كويس، ما فيش حاجه هم حافظينها بينفذوها جوه الملعب. طب ما ده يقلق اكتر. طبعا يعني، وكمان خصوصا لا قدر الله لو هم جابوا جون هنا هتبقى مباراه صعبه جدا. طبعا. فاعتقد النادي الاهلي محتاج ان يكون حريص بشكل كبير من خلال المباراه دي. ما هو الهدوء اللي هيبقى فيه لعيبه النادي الاهلي هو اللي هيخليهم بسرعه يقدروا يحطوا جون في بدايه الماتش. عشان كده قلت لك يعني. الاهلي طبعا. عشان كده قلت لك ان لازم الهدوء، ولازم ان هم ما يكونوش متسرعين، ان هم نازلين حاطين في دماغهم ان احنا اول 10 دقايق لازم يبقى في هدف. ده لو حصل هي في اول 10 دقايق الاهلي هيجيب الهدف ان شاء الله. فانا شايف ان الاهلي اقرب. الغيابات هتاثر على الاهلي في الماتش ده؟ بص اكيد يعني. الفتره اللي فاتت الاهلي مر باصابات كتير جدا، قائمه افريقيا برضو يعني مقفوله شويه. أكيد. وبعدين احنا بنتكلم في اصابات مين يعني؟ كان السولية، نتكلم في سعد، محمد نجيب، عناصر اصابات مؤثرة، عناصر مهمة جدا. بس يعني انا في مركز سعد مطمن جدا يعني. ايمن، عشان ايمن اشرف ايمن اشرف بيقوم بالدور ده بشكل كويس جدا من الموسم اللي فات. فده هيبقى ليه، بس القصة انه ايمن لسه ما لعبش جنب كلوبالي كتير يعني، فممكن ما يبقاش فيه تفاهم. هي دي بس، هي دي النقطة. السولية في هشام، انا شايف هشام مأدي بشكل كويس على عكس الانتقادات. طب خلينا نتكلم على التشكيل بقى بالمره، بما اننا يعني اتكلمنا عن كله، توقعاتك للتشكيل شايفها ازاي؟ بص هو مش هيخرج يعني، الشكل ثابت، شناوي طبعا، كولوبالي وايمن اشرف، تمام، معلول وفتحي، عاشور انت مع ان فتحي يكون ناحيه اليمين بس في نص الملعب. ممكن هاني على فكره يلعب طبعا في المكان ده مكانه الاساسي أصل. ونستفاد بفتحي في نص الملعب، ولا انت شايف تواجد هشام اصلا؟ انا شايف عاشور وفتحي ادائهم واحد
فمش مش هيديك النتيجه أكتر. مش هيديك النتيجه الهجوميه اكتر. ففتحي يبقى في ناحيه اليمين، عاشور وهشام. هشام عنده الميزه بتاعت ان هو يتقدم شويه وعاشور يثبت، فهشام عنده بيشتغل على الحته دي كويس. ناصر ماهر، وليد سليمان، ازارو. انا مع مؤمن زكريا. مع مؤمن رغم انه ما بيشاركش بقاله فتره. انا مع مؤمن زكريا او بيشارك فترات قليله يعني بالتحليل. انا مع مؤمن زكريا لسبب ميدو جابر واسلام محارب رجليهم الشمال هتبقى كتير في الملعب، يعني وليد سليمان واسلام محارب. بلس ان مؤمن بيعرف في الماتشات اللي زي دي بيعرف ياخد المكان اللي يعرف يجيب منه جون. فاعتقد مؤمن هيبقى مفيد للاهلي في الماتش ده. ماتش عايز مؤمن، ماتش عايز لعيب بيتحرك. مؤمن طبعا لعيب عنده خبره كبيره، عايز لعيب يتحرك تحرك غريب عشان يخلق لنفسه فرصه يعرف يحط منها جون. فانا شايف ان مؤمن هو افضل واحد يلعب الحته دي في الماتش ده كمان. ماتش كمان على ارضك، ملعب كويس، الجمهور هيبقى واخد نازل واخد الاجواء بتاعه الماتش. فمؤمن انا شايف ان مؤمن طبعا هم يعني الاقرب من وجهه نظري. انا شايف مؤمن، بس هو اعتقد انه ممكن يفضل اسلام محارب برضو. اسلام محارب طبعا يخش في الصوره طبعا. ازارو طبعا مع ناصر ماهر طبعا وليد سليمان. ناصر ماهر وليد سليمان وازارو، ده ما فهمش نقاش يعني. طب مباراه على ارضنا يعني ممكن تكون او ممكن البعض يفضل ان انت تلعب باثنين مهاجمين، لان انت محتاج ان انت تحرز اهداف. وعلى فكره مش محتاجين هدف واحد، احنا محتاجين هدف ثاني يغطي الهدف الاولاني كمان. ان شاء الله طبعًا. ممكن يكون في تفكير عند مستر باتريس كارتيرونا يلعب باثنين مهاجمين من وجهه نظره. يعني عندك صلاح محسن بصراحه ماشي بشكل مميز جدا سواء مع الاهلي او مع المنتخب، بالاضافه لوليد ازارو هو المهاجم الاساسي يعني. بس مش في الاول يعني، مش بدايه المباراه. طبعا هتبقى برضه ريسك شويه. هتامن في نص ملعبك يعني، مش لا يعني هو يلعب بمهاجم واحد، ولو الامور فضلت زي ما هي يبتدي يغير بقى من طريقه لعبه انه يلعب باثنين مهاجمين. طبعا صلاح محسن بدا يقدم مستويات كويسه جدا الفتره الاخيره. هو محتاج خبرات، هو الماتشات اللي زي دي هي اللي هتجيب الخبرات. لان بصراحه المباراه بتاعت الذهاب امام حريه كوناكري ضيع كورتين، لو هو تقل شويه على الكوره يفرقوا معانا كلنا. التسرع، ما هو التسرع ده بسبب خبرات. ما هو يعني هو لو هادي يعني مع المنتخب الاولمبي بيحط الكور دي عادي جدا، بسهوله جدا بصراحة. عشان انا برضه شايف انه ما كانش فيه ضغوطات مع المنتخب الاولمبي، ما فيش ضغوطات، ما فيش جماهير طبعا. لسه برضه صلاح محسن طبعا لعيب كويس جدا، لعيب قوي. الاجواء بتاعه الاهلي هو لسه برضه ما دخلش في الاجواء بشكل كبير قوي مع النادي الاهلي، بس طبعا هو لعيب مميز جدا، واظن ان بصماته بدات توضح في الفتره الاخيره بالزبط. دي بشكل قوي، وهيبقى ليه دور اكيد بشكل كبير جدا، وهيبقى ليه دور في المباراه دي برضو. لو الاهلي احرز هدف في البدايه، انت محتاج زي ما انت قلت محتاج بالزبط. انك تغطي الهدف ده، فصلاح محسن هيبقى ليه دور كويس جدا في المباراه دي. بس انا ما حبسش ان هو يكون من البدايه. تمام، يبقى لازم يبقى يستنى على ازارو شويه بعدين يلعب مع صلاح سليمان. طيب. صلاح محسن سريعا، كارتيرون تقييمك ايه ليه لحد دلوقتي خلال المباريات اللي لعبها سواء في بطوله الدوري، بطوله العربيه، بطوله دوري ابطال افريقيا؟ رقميا هو ناجح جدا. في الارقام هو ناجح، ممكن يكون الجمهور في بعض التحفظات على الاداء وعلى بعض اللعيبه، بس مش شايف موضوع الاداء ده طبيعي، وخصوصا ان هو لسه مدير فني جديد جه قبل الموسم على طول، لعب عدد ماتشات لسه قليله، غيابات بعض اللاعبين كمان في النادي الاهلي. اكيد طبعا. طبعا هو ليه اعذاره يعني، بس لكن في ليه اعذاره في الاداء، انه لسه ما قدرش يحط ايده على جميع النقط او القوة والضعف. مدرب كبير، بس في النهايه لازم يعيش اجواء النادي الاهلي. هو برضو اجواء وادي دجله مختلفه طبعًا. تماما عن اجواء النادي الاهلي. سواء كان برضو مدير فني للتي بي مازيمبي وحقق معاهم دوري ابطال افريقيا ماشي سوبر. بس الاهلي مختلف دايما. دايما الاهلي ضغوطاته اكبر من اي فرقه تانية موجوده في الاريا بتاعت افريقيا والوطن العربي. فاظن ان باتريس كارتيرون برضو الفوز بيديله ثقه، ماتش عن ماتش بيديله ثقه اكتر انه يقدم مستوى كويس، انه يقدر ينفذ الفكر اللي هو عايز ينفذه مع اللعيبه. هو لحد دلوقتي محافظ على نفس الاداء بنفس الطريقه بنفس الشكل بالظبط، لان برضو الوقت ضيق. خلينا ضيق ان هو يغير في الناحيه التكتيكيه. كل ثلاث ايام مباراه، وبتلعب في افريقيا وبعدين تلعب في البطوله العربيه وبعدين ترجع تلعب الدوري وبعدين افريقيا تاني ولسه كاس مصر ما دخلش.
فلا هو معذور. بس هو انا شايف انه هو طبعا مدرب كويس مفيد للنادي الاهلي. اللعيبه انا شايف ان اللعيبه الى حد ما قريبه منه بالظبط بشكل كبير جدا. فلا يعني هو تقييمه رقميا هو ناجح. تمام. اخيرا توقعاتك للمباراه ايه؟ اهلي وحريه كونكري مباراه الاياب توقعاتك ليها ايه؟ توقع احنا طبعا تمني كلنا بنتمنى الاهلي ان شاء الله يفوز. انت توقعاتك مصر توقع نتيجة. لا 2-0 2-0 للاهلي. مين الاهداف؟ ازارو وليد سليمان ان شاء الله. يا رب يا مسهل. عمرو بشكرك شكرا جزيلا نورت لي وشرفت لي النهارده. طبعا كان معايا عمرو الجرزاوي طبعا الناقد الرياضي بجريده الفجر، واتكلمنا في العديد من الامور الهامه اللي بتخص الكره المصريه بشكل عام وبالتحديد كمان عن مباراه الاهلي وحريه كوناكري. نورتني يا عمرو. ربنا يخليك يا امير. طبعا دي كانت حلقتنا النهارده من كلام في الميديا. استنوني ان شاء الله يوم الخميس القادم، ويوم السبت كمان هيكون معاكم زميلتي شيماء صابر وحلقه جديده من كلام في الميديا. إلى اللقاء.